حضراتكم حلقة جديدة من برنامج هنا العاصمة. النهاردة حوارنا الرئيسي في حلقتنا هيكون اقتصادي، لأننا النهاردة بيمر عامين تقريبا بالضبط على قرار التعويم. قرار التعويم عايزين نشوف هذا القرار اللي افتتح حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تم تطبيقها وتنفيذها في الشارع المصري بعد ما مر سنتين. إيه الأخبار؟ حصاد هذا القرار اللي كان ليه أكيد التأثير على الحياة بشكل عام في مجالات مختلفة وعلى الدولة أيضا، وزي ما ذكرنا في حوارات كتيرة خاصة بالإصلاحات الاقتصادية اللي اتخذت في الآونة الأخيرة كان ليه التأثير على المواطن والأسعار والدنيا اتغيرت. وطبعا كان في فاتورة بتدفع لتنفيذ هذا القرار اللي المفترض وأهدافه الرئيسية والأساسية واللي تحملها المواطن المصري انه يحمي الوطن من الانهيار وانه يصل بالوطن على المستوى الاقتصادي الى بر الامان، انه بيقدم الكثير لمصر اذا ما تم تنفيذه بالشكل والخطه الموضوعه للفجوه الاستيراديه تقل، الصادرات تكتر، المنتج المصري يزيد في الاسواق العالميه، المنتج المصري اسعاره تكون جيدة منخفضة. كل الكلام ده من الأهداف. السياحة كمان، هذا القطاع اللي تكبد الكثير من الخسائر في السنوات الأخيرة كان واحدة من هذه الأهداف الرئيسية لقرار التعويم. الحفاظ على سعر واقعي للدولار أمام الجنيه، وكذلك إلغاء السوق السوداء اللي طبعا عانينا منها. وقبل القرار على طول لو نتذكر كان في حالة من الذبذبة في سعر الدولار والفوضى في سعر الدولار، وكان القرار بعد هذه الحالة اللي عشناها لارتفاع في أسعار الدولار والانخفاض والسوق السوداء اللي كانت بتتلاعب بهذا السعر برضو طبعا كانت واحدة من أهم الأهداف. طيب بعد سنتين أكيد المواطن في انتظار النتيجة، وعايزين نشوف وكمان نرصد الحالة الحالية بعد تنفيذ الحزمة الاقتصادية من القرارات اللي تم تطبيقها واللي افتتحناها بقرار التعويم، وأخبار كمان مصر على الساحة الاقتصادية العالمية بعد قرار التعويم. طبعا ده عايز قراءة من قبل المحللين والخبراء الاقتصاديين. البورصة كمان ازاي كان في تأثير لقرار التعويم عليها، مجالات مختلفة رئيسية وحياتية أيضا وهامة زي مجال البناء، مجال العقارات، كل ده كان لي طبعا ردة فعل في فاعلياته ويومياته بعد قرار التعويم. النهاردة هيكون عندنا حوار هام مع إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي وهاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، الإصلاحات والمواطن وجني ثمار هذه الإصلاحات بعد مرور سنتين. طبعا هيكون عندهم رؤية أشمل وأوسع ل هذا القرار بعد مرور عامين، وإزاي ممكن يكون هذا القرار فتح الكثير من الأبواب أمام مصر في الساحة العالمية وفي الأسواق العالمية. ده حوارنا الرئيسي النهاردة، لكن طبعا هيكون معانا منتدى الشباب طوال هذه الحلقة، خاصة وأنه مع افتتاح المنتدى تم التنويه أنه سيتم عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاعة مرة أخرى وضيوف منتدى شرم الشيخ مرة أخرى لاستكمال فعاليات اليوم الأول في منتدى شرم الشيخ. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح النهاردة
فعاليات هذا المنتدى، منتدى شباب العالم الثاني على التوالي في شرم الشيخ، والمنتدى بيستمر إلى 6 نوفمبر الحالي. المنتدى ده بيشارك فيه أكثر من 5000 شاب وشابة من مختلف دول العالم، شخصيات رسمية، وزراء، سفراء دول عربية وأجنبية، من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو طبعا في مقدمة الحضور، وأيضا في أيضا الشاشة النهاردة في الصف الأول كضيف في مصر وفي شرم الشيخ تحديدا. وأكيد كان في الكثير من المباحثات، وكان في جلسة ما بين الرئيس الفلسطيني والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنرصد تفاصيلها مع حضراتكم طبعا، خاصة بتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قال إنه اللقاء شهد التباحث عن الكثير من الأمور الخاصة بالقضية الفلسطينية والمصالحة الوطنية، وشدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية اللي بيرتكز على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. السيدة انتصار السيسي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المنتدى، وقالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي أنها سعيدة بوصولها إلى أرض شرم الشيخ مدينة السلام لحضور فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الجديدة سنة 2018، وده طبعا بيتم بحضور آلاف الشباب من مختلف دول العالم المرحب بهم في أرض مصر. الحدث عالمي وبيجسد حجم التخطيط البناء والجهد المتواصل على مدار الشهور الطويلة لإخراج هذا المشهد والحدث في أفضل وأرقى صورة ممكنة. عدد من الوزراء في الحكومة بيشاركوا فعلا في فعاليات المنتدى، منهم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، محمد شاكر وزير الكهرباء، رانيا المشاط وزيرة السياحة، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس طارق الملا وزير البترول، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية. وفي طبعا حضور للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والكثير من الشخصيات السياسية والمفكرين في هذا المنتدى ليس فقط من مصر ولكن من أنحاء مختلفة في العالم. المنتدى السنة دي بيشهد جلسات مكثفة على غرار ما تم في النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم، بيكون في دوائر حوار موسعة بتكون بحضور الشخصيات اللي بتشارك في فعاليات هذا المنتدى، في شخصيات بتكون على المسرح بتشارك فعليا في الجلسة، وفي شخصيات بتكون في قاعة هذه الجلسات والندوات للحضور وللاستماع إلى ما يتم من مناقشات بتجمع أعداد وشخصيات وجنسيات مختلفة من العالم وثقافات وحضارات أيضا، وبيكون في مقدمة الحضور في جلسات كثيرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ زي ما ذكرنا في البداية التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وبالوفد المرافق لي بحضور وزير الخارجية سامح شكري والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. اللقاء طبعا تطرق لآخر التطورات في الساحة الفلسطينية، ملف المصالحة الوطنية، والتطورات الأخيرة على كافة الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية التي تتعلق بجوانب القضية الفلسطينية، خاصة مع تطورات الموقف في القضية الفلسطينية بمسيرات العودة اللي يعني كانت ليها أصداء وردود أفعال كبيرة في المنطقة وكذلك في العالم. وأيضا بعد القرار الأخير للولايات المتحدة الأمريكية كان في الكثير من التحركات المصرية وأيضا التحركات على المستوى الدولي لوقف هذا القرار الخاص بنقل السفارة. هذا أيضا أكيد كان واحدة من أجندة العمل ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس. السيد الرئيس شدد على ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، هذا الموقف الدائم، الموقف اللي بيدعو دايما لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا ذكر أنه موقف مصر دائما بيحرص على دعم التحرك الفلسطيني الساعي
الاجتماعي لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني لتسوية القضية الفلسطينية وفق الحلول العادلة والشاملة بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بهدف إيجاد فرص للتحرك الإيجابي لتوفير المناخ المواتي لاستقرار الأوضاع على الأرض من خلال دفع مسار المصالحة الوطنية اللي بدأتها مصر واللي كانت مصر حريصة على أنها تعطيها الدفعة القوية حتى تدور العجلة ويتوحد الصف الفلسطيني، لأنه الحالة والتوقيت لا تستدعي أبدا لانشقاق الصف الفلسطيني. وبالتالي كانت مصر حريصة وكانت بتقدم المبادرة بالمصالحة الفلسطينية لجمع كافة الأطراف على طاولة واحدة للحديث من أجل شيء واحد وهدف واحد، وهو الأرض وفلسطين، والتخلي عن أي مصالح لأي طرف أو عن أي أجندة من الممكن أن تكون تصب في صالح أي طرف. المفترض أن يجتمع الجميع على طاولة واحدة تصب في النهاية كل ما يأتي منها ويفضي فيها إلى مصلحة هذا الوطن والأرض والشعب الفلسطيني اللي بيسعى دائما لاستعادة حقوقه ولحياة كريمة. كان هناك أيضا تطرق لمواجهة التحديات الأساسية اللي بتتمثل في السلام المنشود. أما الرئيس الفلسطيني أعرب عن تقديره وعن امتنانه لجهود مصر الصادقة ولمساعي مصر اللي دايما مقدرة من قبل الفلسطينيين، وأكد على دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، هذا الدور التاريخي. وفي هذا الصدد أيضا ذكر الرئيس الفلسطيني أن دور مصر دايما مستمر وثابت بهدف التوصل لحل عادل وشامل للقضية، وأكد أنه السلطة الفلسطينية عازمة أن تستمر في خطوات إنهاء الانقسام سعيا لتوحيد الشعب الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التحديات المختلفة اللي بتواجه القضية الفلسطينية. نعود مرة أخرى لافتتاح المنتدى، منتدى شرم الشيخ اللي تابعناه كان الافتتاح من وقت بسيط، ومنتدى شباب العالم في شرم الشيخ النهاردة استضاف أيضا شخصيات كانت ليها كلمة في الافتتاح، افتتاح المنتدى، وهذه الشخصيات كانت من أماكن وبلاد مختلفة، وكان في طبعا المشهد واللوحة الفنية اللي جمعت أيضا ما بين العديد من الجنسيات، واستطاع الفن أنه يجمعها برغم أي اختلافات في الظروف، في الحياة، في وجهات النظر، في الآراء، إلا أنه كعادة الساحة الفنية بتجمع الجنسيات المتعددة وممكن كمان تجمع الخلافات في مكان واحد، وده النهاردة كان المنتدى بيحاول أنه هو يقدمه من خلال هذه اللوحة اللي كانت موجودة في حفل الافتتاح. خلينا نشوف كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه الكلمة اللي كان فيها إشارة إلى أنه واحدة من أهم توصيات المنتدى في نسخته الثانية في 2018 هي دعوة العالم للوقوف أمام كل الجرائم والتجاوزات في حق الإنسانية اللي بترتكبها التنظيمات الإرهابية وبترتكبها داعش، وكان ده على خلفية ما ذكر من الأيزيدية نادية مراد التي حصلت على جائزة نوبل للسلام اللي استهلت كلمتها على المسرح بتعزية الشعب المصري في شهدائه. نسمع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ في نسخته الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، واحنا بنحبكم كلكم، بس خلوني قبل ما نفتتح المؤتمر ان انا اوجه لكم جميعا كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام، واهلا بكم، اهلا بكم في مصر. وبرضو قبل ما افتتح المؤتمر انا بقول لك يا نادية مش احنا هنخلي اول توصية للمؤتمر ده هو الاعتراف، احنا هنطالب العالم بالاعتراف بالجريمة اللي عملها داعش، ومش بس داعش، وكل التنظيمات المتطرفة في العالم، وحنكون احنا في مصر.
وحنكون احنا في مصر. خلي بالك انا بتكلم مش على قيادة وحكومة، انا بكلم العالم كل اللي موجود معانا. احنا في مصر، شعب مصر رفض التطرف والتمييز والعنصرية، الشعب المصري، وتحرك 30 مليون مصري ومصرية، شاب وشابة، راجل كبير وسيدة وأطفال، عشان يقولوا لا في مصر هنا، لا للتمييز ولا للفاشية ولا للتمييز الديني. أنا بس بقول لكم كده كأول، أنا أتحدث في الموضوعات دي خلال الفعاليات بتاعة المؤتمر، لكن اسمحوا لي أن أنا بقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الذي يعبد في قلوب كل البشر، وباسم الإنسانية التي هي ممر الله المستودع في قلوبنا، ومن أجل بناء جسور الأمل يعبر بها الشباب، شباب هذا العالم، نحو السلام والتنمية والإبداع، ومن أجل عالم مفعم بالأمل والجمال، ومن أجل الحلم الأعظم بإنسانية بلا صراعات أو نزاعات، وعالم بلا فقر أو جهل أو مرض. من هنا، من أرض السلام والمحبة والتاريخ، من شرم الشيخ، أعلن افتتاح منتدى شباب العالم 2018. شكرا جزيلا. الحقيقة أنه هذا المنتدى بيقدم فرصة كبيرة للحوار، وبيقدم فرصة للالتقاء وجها لوجه وبشكل مباشر مع الكثير من الشخصيات اللي ممكن أن احنا نكون بنسمع عنها أو بنسمع عن إنجازاتها وعن أحداث عنيفة مرت بها، زي نادية مراد الحاصلة على جائزة نوبل. الحقيقة أنه نادية مراد واحدة من المناضلات اللي عرفوا أن هم يكملوا الحياة بعد كل ما مرت بيه من تجاوزات وانتهاكات في حق أي إنسان، وقدرت أنها تواصل وقدرت أنها تعيش برغم أي شيء. هي بتقدم رسالة للعالم كله أنه في أصعب الظروف من الممكن أن تستمر الحياة. ده اللي نادية مراد قدمته وقالته في كلمتها في المنتدى في نسخته الأولى السنة اللي فاتت 2017، كانت أيضا ضيفة من ضيوف المنتدى، والنهاردة بيستضيفها المنتدى في نسخته الثانية وهي حائزة على جائزة نوبل للسلام. نسمع كلمة نادية مراد. يشرفني تواجد هنا في مصر مرة أخرى، هذا البلد العظيم بحضارته وتاريخه العريق. بداية أود أن أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للرسالة واستقبالي في مصر في عام 2015، وكما يسعدني جدا التواجد بينكم، بين هذه المجموعة من الشباب الواعد في هذا المنتدى الرائع، منتدى شباب العالم. بداية أريد أن أدين الهجوم الإرهابي الذي حصل يوم أمس على حافلة تقل الأقباط المسيحيين، وقتل هؤلاء الأبرياء بسبب الدين. طوال مشوار عملي كنت أتذكر الثلاث كلمات التي قالها لي سيادة الرئيس السيسي. قال: يا نادية، الشر عمره ما ينتصرش، ونحن كأقلية ضعيفة تحدينا أكبر تنظيم إرهابي في العالم بأسرارنا، لأننا على حق. عدد من الدول الغربية وهيئات أممية وعالمية مختلفة اعترفوا بإبادة الإيزيديين على أيدي داعش وبجرائم داعش ضد جميع المكونات في العراق وسوريا، ولكننا نتطلع إلى دولنا في الشرق الأوسط أن تعترف بهذه الإبادة وهذه الجرائم رسميا. نحن نعلم بأن مصر سباقة في مكافحة الإرهاب، وأنا على دراية تامة بالجهود الجبارة التي تبذله الجيش المصري البطل في محاربة داعش. دا
ده كان جزء من كلمة نادية مراد الفتاة الأيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، واحدة من الشخصيات اللي بترحب بيها مصر في أي وقت، وبتكون من الضيوف ومن الوجوه البارزة في أي محفل في مصر، لأنها طبعا مرت بتجارب قاسية جدا على أي إنسان، فما بالنا بفتاة في هذا العمر عرفت أنها تتحداها وعرفت أنها تصمد أمامها وعرفت أنها تصل لجائزة نوبل بكل الروايات اللي كانت بتقولها كرسائل هامة في حوارات أجريت معها. محمد خيرت من الأسماء أيضا الهامة اللي النهاردة كان ليها كلمة بتصور أنها إيجابية، وهو في حد ذاته كشخصية وكضيف موجود في المنتدى بيبث الكثير من الأمل في أي مهمة بنقوم بيها أو في أي حلم بنحاول أن احنا نوصل له. رسالة أيضا مهمة للشباب، لأنه تكلم في كلمته عن دراسته في استراليا، عن الشهادات اللي قدر أنه هو يحصل عليها، وإزاي عرف أنه هو يتجاوز كل الظروف لحد ما بقى من بين 30 شاب هم الأكثر تأثيرا حول العالم. خلينا نسمع هذا الجزء من كلمة محمد خيرت. أنا اسمي محمد خيرت، مصري عايش في أستراليا من حوالي 10 سنين. حصلت على بكالوريوس إعلام وسياسة ثم ماجستير في القانون من جامعة ملبورن في أستراليا. كان اختيار فوربس لي من ضمن أحسن 30 تحت السن 30 في مجال الإعلام بسبب إنشائي عام 2012 لموقع شوارع مصرية أو Egyptian Streets. واسمحوا لي أتكلم بالتفاصيل أكثر باللغة الإنجليزية عن الموقع وعن موضوع مهم وهو وسائل التواصل الاجتماعي. لقد قمت بتأسيس شوارع مصرية من غرفة نومي في أستراليا أكثر من على بعد أكثر من 13 كيلومتر. قبل تأسيس هذا لم أعد إلى وطني لمدة 4 أعوام. كمصري أعيش بالخارج لم أكن لدي كثير عما يحدث في مصر، بخلاف وكنت أسمع عن طريق هيئات إعلامية تقليدية مثل بي بي سي، رويترز وأسوسييتد برس. حينما قمت أخيرا بزيارة مصر بعد 4 أعوام أدركت أن كثير كان حدث بما تجاوز الهجمات الإجهابية والقصص السياسية التي تعرضت لها من نساء قادرات الذين يعملون جوار أزواجهن، تعليم الأبناء إلى الشابات من الجنسين الذين انضموا لمنظمات غير حكومية من أجل التعامل مع قضايا اجتماعية. أدى هذا إلى ميلاد الشوارع المصرية بهدف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لإلقاء الضوء على الصور التي تهم، التي نادرا ما نستمع إليها. خلال أقل من 16 شهرا تطورت من صفحة الفيسبوك وحينما كنت طالبا في أستراليا إلى إحدى الأصوات الإعلامية المستقلة الرائدة. ده كان جزء من كلمة محمد خيرت، الشاب المصري اللي عرف ان هو يتحدى الظروف ويعيش في بلد بثقافة وبمتغيرات مختلفة جدا عن بلده وبعيد جدا عن بلده، لكن عرف ان هو يوصل وينجح ويبقى النهاردة واحدة من الوجوه البارزة اللامعة الناجحة اللي بنقدمها كنموذج يحتذى به مش بس شباب مصر، شباب العالم بالكامل. دي الإرادة ودي العزيمة ودي الرسالة المهمة اللي بيقدمها المنتدى للشباب في مصر وللشباب في الوطن العربي. دي واحدة من أهم المحاور اللي بيقوم وبيهدف ليها المنتدى، بيقوم عليها المنتدى، وكمان بيقدمها كوجبة دسمة من التجارب الهامة في حياة شباب كتير. النهاردة بنتعرف عليهم، بنسمعهم، بنشوفهم في ندوات، في جلسات، في حوارات، في مناقشات، علشان نستفيد منهم ومن خبرتهم الحياتية اللي هيكللوها بعد كده بالنجاح لرفع اسم مصر في الخارج. جدير بالذكر هنا أنه المنتدى بيقوم أيضا على محاور أخرى وهامة، واحدة منها هي مستقبل أفريقيا في الفترة القادمة والدور اللي بتقدمه مصر كبوابة لهذه القارة بإمكاناتها وبفرصها
ثرواتها بتربط ما بينها وما بين العالم. أفريقيا قارة بتجذب أنظار العالم كله. النهاردة أفريقيا أيضا على مائدة منتدى شباب العالم، واحدة أيضا من المحاور الهامة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي القدرات الخاصة، علشان يعني نكون محددين ونديهم حقهم. لما بنتكلم عن إنجازات رياضية بنتكلم دايما عن ذوي القدرات الخاصة، لما بنتكلم عن ميداليات ذهب وفضة وبرونز بنتكلم عن ذوي القدرات الخاصة، هم اللي بيرفعوا اسم مصر غالبا وليس أكيد بشكل عام في المحافل الرياضية. دايما هم اللي بيكونوا عندهم إصرار لكل ظروفهم ولكل المشاكل اللي بيعيشوها، وبيوصلوا وبيرفعوا اسم مصر وعلم مصر في بلاد كتيرة جدا. منتدى الشباب في شرم الشيخ النهاردة واحدة من المحاور ومن الأهداف اللي بيضعها أمامه تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. هنعرف الفعاليات ونعرف كمان أخبار إيه ما بين ضيوفنا، عدد من الشباب والشابات على أرض السلام شرم الشيخ النهاردة في ضيافة المنتدى مع زميلنا هشام الرباط. برحب بهشام، أكيد معاه أخبار كتيرة بعد ما بدأنا فعلا المنتدى، وكمان معاه الضيوف اللي هينقلوا الحالة والأجواء اللي بيعيشها هذا المنتدى. برحب بهشام وبرحب أيضا بضيوف الأستاذة سهى السعيد أمين تنسيقية شباب الأحزاب. هشام الصوت والصورة معك. تمام، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. يعني نحن هنا في مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، حيث يقام منتدى شباب العالم. المنتدى تم افتتاحه منذ قليل، وذلك بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لهذا المنتدى الذي يستمر بدءا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل 6 نوفمبر الجاري. عدد كبير جدا من المناقشات والجلسات ستكون على طاولة الجلسات التي ستكون في هذا المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 5000 شاب وفتاة يمثلون نحو 160 دولة حول العالم، يتبادلون الخبرات والتجارب والثقافات فيما بينهم. يعني هناك عدة مواضيع، ستكون حوالي 30 جلسة، 30 موضوعا أو محورا سيتم مناقشة هذه المحاور والموضوعات خلال 18 جلسة في أيام المنتدى، والتي ستتركز على عدة موضوعات من بينها عام 2063 أفريقيا التي نريدها، وكذلك فرص العمل والذكاء الاصطناعي. أيضا عدد من الموضوعات الرئيسية الأخرى أبرزها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وموضوعات أخرى سيناقشها المنتدى. معي الآن من هنا من مدينة شرم الشيخ ومن مكان منتدى شباب العالم الأستاذة سهى السعيد أمين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بنرحب بحضرتك معنا في هنا العاصمة، وعايزين نعرف في البداية انطباعك عن هذا المنتدى. الأول خليني أشيد بدور اللجنة المنظمة شباب البي ال بي، قد إيه في تطور. أنا حضرت المؤتمر في 2016 وحضرت النسخة الأولى 2017، والسنة دي في تطور كبير في الأداء يوم بعد يوم. الحقيقة لازم أشكر لجنة المنظمين. كمان خليني أقولك إنه انطباعاتي عن الافتتاح النهاردة قد إيه كان بيبرز دور القوى الناعمة في تحقيق الهدف اللي بيتكلم عنه المنتدى السنة دي، وهو إحلال السلام. المنتدى السنة دي بيناقش إحلال السلام وبيناقش التطوير وبيناقش الإبداع. ففكرة إن هم جابوا الأغنية والفيديو اللي معمول ده، شوية حتى العرض كان عن طريق الأمم والخلفيات الثقافية مش عن طريق البلدان زي ما حصل قبل كده، وكمان في الأغنية. فالحقيقة إن شاء الله إن شاء الله المنتدى هينجح، وده اللي بيعكس دور القوى الناعمة كمان، انه انت الدبلوماسية الغير رسمية بتتحرك اسهل من الدبلوماسية الرسمية. يعني انت النهاردة بيبقى عندك، لو عندك المشاركين 5000، لو انت عندك 3000 واحد اجنبي فانت كسبت 3000 سفير لو المنتدى نجح. فان شاء الله ان شاء الله المنتدى يحقق المطلوب منه.
شباب الأحزاب، ونعلم أن للشباب دور كبير في الحياة السياسية والحياة الحزبية. شايف حضرتك اللي ممكن يتقال من خلال هذا المنتدى، وإيه الدور اللي ممكن يقوموا بيه واللي يقدمه الشباب كتجربة أو كرأي يتكلموا فيه عن هذا الموضوع؟ شباب الأحزاب مشاركين في 4 ورش عمل السنة دي، مشاركين في ورشة التعاون الأور المتوسطي، ورشة أفريقيا 2063 التي نريدها، ومشاركين كمان في ورشة تحدي الإعاقة ودور الشركات الناشئة في ريادة الأعمال. احنا مقدمين ورق وان شاء الله هيتم مناقشته من خلال ورش العمل، وعاملين توصيات، وبإذن الله ده هيثري ورش العمل بتاعة المنتدى. بصفة عامة وبشكل عام، حضرتك أكيد اطلعت على أجندة فعاليات هذا المؤتمر، يعني كيف ترى المواضيع والمحاور التي سيناقشها هذا المنتدى وقدرتها على خلق حالة من الحوار بين الشباب المشاركين في هذا المؤتمر، خاصة وأننا نتحدث عن 160 دولة حول العالم؟ طيب، هو الـ تقريبا في سلوجن غير معلن عن احلال السلام وعن انه العوده الانسانيه. احنا عندنا منطقه محتقنه جدا فيها مشاكل كتير، وكلها مشاكل سببها تغليب المصالح وغياب الانسانيه. فتقريبا المؤتمر كل الرجوع للخلفيات الحضاريه للبشر، وفكره انه استخدام القوه الناعمه، كل دي حاجات بتعود بينا تاني لان احنا نرجع للانسانيه اللي فقدناها في المنطقه. عندك مشاكل لاجئين، عندك الصراعات، الفكر المتطرف، كل دي حاجات ضد الانسانيه. فاعتقد انه السلوجن اللي هيخرج بيه المؤتمر انه عوده للانسانيه من جديد. حضرتك طبعا كمشاركه في هذا المنتدى، هل ستتقدمي ببعض الاوراق او بعض الاقتراحات من خلال هذا المنتدى؟ دور حضرتك هيكون ايه بالظبط؟ أنا مشاركة في ورشة عمل تعاون الأور المتوسطي، بالتحديد أنا مشاركة في المحور الاجتماعي، وعاملين مجموعة من التوصيات كويسة تتعلق بدور بالمرأة، في أوضاع المرأة بس مش بشكل نخبوي في منطقة جنوب وشرق المتوسط. كمان بنتكلم عن موضوع اللاجئين السوريين، إن شاء الله هتكون ورقة كويسة وإن شاء الله هنخرج بتوصيات كويسة. يعني ممكن ناخد من حضرتك أبرز النقاط أو أبرز التوصيات؟ هو مش توصيات، بص مش هينفع اتكلم عن الورقه كتير، بس هو المحاور دي فعلا بتمس امم كتير لسه. يعني مثلا موضوع المراه، انه في مناطق كتير في دول حوض البحر الابيض المتوسط لسه ما عندهاش رعايه كامله لحقوق المراه، بالذات المراه مش بشكل نخبوي، المراه العاديه. يعني مثلا المطلقات نتيجه الطلاق الجائر، ضحايا العنف الطلاق الجائر، في شويه مواضيع اول مره تتناقش، ان شاء الله هنخرج منها بتوصيات كويسه. يعني احنا بنتحدث عن قضايا المراه، كمان حضرتك بتقولي عن قضايا اللاجئين. بالظبط. احنا على فكره، خليني اشيد بان مصر احنا مش بنعامل الناس ان هم لاجئين. احنا عندنا 5000 تقريبا سوري في مصر، يعني والرقم ده غير دقيق، هم اكتر من كده بكتير، بس الناس دي بتدفع الضرايب بتاعتها واخده اقامه وبتشتغل، وكلنا شايفين ده كويس، وحصل قبل كده لما كان ايام موضوع العراق. فاحنا يعني احنا اللي عندنا مخيمات لاجئين، ولا بنتعامل مع اللاجئين على ان هم خايفين منهم من الارهاب او من اي مشاكل مجتمعيه تانية ممكن تحصل. بالعكس، احنا بنحتوي الاخر، وهو ده اللي احنا عايزين نقوله كمان في المؤتمر، انه ليه الدول اللي هي بتكون اساس في صنع النزاع لا تحتوي اللاجئين اللي هم هربوا نتيجه ممارساتهم العنيفه طول الوقت. فان شاء الله هتكون ورقه كويسه. حضرتك شاركت في النسخة السابقة من هذا المنتدى، ما المختلف في هذه النسخة الحالية؟ شايفة تطور كبير في التنظيم، شايفة انه السنة فاتت كنا بنتكلم عن الدول بشكل بحت، الدول دلوقتي بقى بنتكلم عن الخلفيات الحضارية للدول، مش مخصصين ابدا. شايفة مشاركة كبيرة، احنا تقريبا قربنا للضف، وده بيعكس نجاح. لو ما كانتش نجحت نسخة 2017 ما كانتش هتنجح السنة دي، وكان هيجي ضعف العدد، زي ما قالوا في المقدمة انه المشاركين على موقع المنتدى 160,000، ده رقم كبير قوي، ما اعتقدش كان موجود السنه اللي فاتت. فاعتقد انه النجاح المنتدى بدا بالفعل من المشاركات اللي تمت عليه.
بنتكلم عن وجود صناع القرار في هذه في وجود جلسات لهذا المنتدى، ازاي من خلال مناقشاتكم ومن خلال الاقتراحات اللي تتقدموا بها شايفه ان يبقى حلقه الوصل ما بينكم وما بين صناع القرار تكون حلقه مفيده وتكون الافكار دي تنفذ على ارض الواقع؟ التوصيات لازم تكون قدر ما هي حالمه، قدر ما هي قابله للتطبيق، وتكون ريزن، يعني المفروض اللي بنكتب التوصيات يكون عارف ان هي قابله للتطبيق وعنده شرح لآلية تطبيقها فعلا عشان تقدر تتاخد. يعني الهدف من منتدى شباب العالم انه الشباب عندهم باور وعندهم افكار وما عندهمش الخبرات المتراكمه اللي ممكن تؤثر سلبيا على المنتج اللي بيطلع، لانه ساعات الواحد الخبره بتخليه يبدي مصلحته شويه، فاحنا يمكن ما عندناش كده. فان شاء الله انه التوصيات اللي هتطلع كلها تكون قابلة للتطبيق، وهو ده اللي هيحسم قدام صناع القرار إذا كان هينفع ياخدوا بيها ولا لأ. عندنا أيضا أبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية وأبعاد سياحية من خلال هذا المنتدى، إزاي بتشوفي ده حضرتك من خلال منتدى شباب العالم؟ هي رسالة إن مصر بلد الأمان ومدينة السلام، ودلوقتي عندنا عدد كبير قوي أثناء المنتدى موجودين من الأجانب ومن المصريين في منطقة واحدة الحمد لله، وإن شاء الله هنفضل قادرين على تأمين ده. فده بيعكس إنه لو في أي حد عايز يعمل يقدر يعمل أي حاجة كانت الفرصة موجودة إنه يعملها، بس إن شاء الله والحمد لله لحد دلوقتي فيش أي حاجة والمنتدى هيعدي على خير. فدي رسالة إنه مصر آمنة، وزي ما قلت لحضرتك إنه هيبقى عندك 3000 سفير غير دبلوماسي عن البلد. أنا في النهاية بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، ويعني هذا هو ما لدينا هنا في منتدى شباب العالم. ونود أن نذكر أن قبل بدء هذا المنتدى كانت هنا أيضا ورش عمل قبل انطلاق أو افتتاح هذا المنتدى، كانت أهمها على تتعلق بأفريقيا وبأجندة عمل أفريقيا عام 2063، أفريقيا التي نريدها. أيضا سيكون هذا الموضوع متاحا من خلال المنتدى، من خلال أيضا نموذج محاكاة للقمة العربية الإفريقية. إليك الكلمة مرة أخرى. شكرا هشام، شكرا هشام الرباط، وشكرا جزيلا كمان لضيفتك أستاذة سهى سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، كانت ضيفة زميلنا هشام الرباط من شرم الشيخ، من محيط طبعا فعاليات منتدى الشباب شباب العالم في شرم الشيخ في نسخته الثانية. كانت ليها أكثر من نقطة هامة في حوارها خاصة باللي هيتم مناقشته في هذا المنتدى، وازاي الاحزاب ممكن يبقى لهم مشاركه فعاله، وكانت بتتكلم عن الملفات بيتقدمها ملفات اهم لينا كمجتمع الحقيقه بالكامل، وليس فقط لفئه عمريه بعينها، زي ملف الهجره غير الشرعيه، استضافه مصر للاجئين، وزي ما قالت مصر ليس بها لاجئين، دول تضافروا مع المجتمع واصبحوا في نسيجه وزيهم زي ابناء المجتمع. و بالتالي برضو دي من النقاط الهامة اللي هيتم مناقشتها، لأنه هنا مصر بتتميز عن غيرها في استضافة اللاجئين اللي يعني بتعمل لهم فيها ممكن مخيمات بتفصلهم عن المجتمع بكل طقوسه وحياته ومجالاته، لكن مصر بترفض ده، وإن كان طلب منها يعني على المستويات الخاصة بالمناقشات والمحادثات في زيارات للدول ك يعني حوارات في إطار السياسة الخارجية، لكن مصر بترفض ده وبتساعد كل من يتخذها قبلة للحياة الكريمة اللي بيوفرها لي ولولاده بعد ما عرف يهرب من أي متغيرات أو أي حروب أو أي انتهاكات وأعمال عنف بتعيشها بلاده. مصر بتستضيفه، وده من الملفات اللي هيتم أيضا التطرق ليها. وبأكد طبعا على كلام هشام أنه فعلا القارة الإفريقية مستقبل هذه القارة، إمكاناتها، ثرواتها، طبيعتها، كل ده في المنتدى بنناقشه في إطار خارطة إفريقيا 2063 وأفريقيا التي نريدها، كما يقال في هذه الأجندة، أجندة العمل من أجل إفريقيا أفضل.
برضو موجودة في المنتدى وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. نتابع طبعا أولا بأول كل الفعاليات وكل ما هو جديد في هذا المنتدى اللي بيعكس الحالة التي بتعيشها مصر من خلال استضافتها لكل هذه الجنسيات، من خلال استضافتها لشخصيات سياسية وأيضا شخصيات أدبية فكرية، كلهم بيجتمعوا في قاعة واحدة علشان يتقابلوا ويتناقشوا، شخصيات أيضا على المستوى الفني المستوى الرياضي، لأن كل ده هينعكس في الندوات والجلسات اللي هتكون موجودة في فعاليات المؤتمر. فدول ضيوف الجلسات وضيوف المؤتمر وأيام المنتدى. هيكون طبعا كل ما هو جديد بشأن منتدى شباب العالم في شرم الشيخ في نسخته الثانية معانا في هنا العاصمة في حلقتنا. هنتابع من وقت للتاني كل ما يقدم النهاردة في أول أيام عمل منتدى شرم الشيخ اللي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة شيعت جنازة شهداء مصر، 7 من الشهداء سقطوا في الحادث الإرهابي اللي وقع بالأمس بالقرب من دير الأنبا صموئيل في المنيا. طبعا هذا الحادث كان فاجعة لنا جميعا، المجتمع بأطيافه وطوائفه بيقفوا وقفة واحدة، الحزن والألم مشتركين فيه جميعا، الهم واحد، الآهات اللي سمعناها النهاردة والدموع اللي شفناها في وداع شهداء مصر اللي راحوا ضحية هذا الحادث الإرهابي كانت ليها الوقع البالغ في قلوبنا جميعا. والنهاردة تابعنا طبعا الصورة الخاصة بالجنازة ووداع الأسر لأبنائهم لعائلهم، أكيد يعني الجميع بيشترك في هذه الأحزان، لكن الحرب مستمرة على الإرهاب والحرب طويلة، والحرب من أجل القضاء عليه وعلى العناصر الإرهابية وعلى بؤر الإرهاب والوصول ليهم، مهما حاولوا أنهم يستخبوا في أماكن بين الجبال بين الناس علشان ما حدش يقدر يوصل لهم. هذه الحرب أيضا مستمرة من قبل جيشنا ومن قبل قواتنا الأمنية. العملية الشاملة سيناء 2018 بتحقق الإنجازات، بنسمع البيانات الخاصة بالقضاء على هذه العناصر الإرهابية، من وقت للتاني بتوافينا قواتنا الأمنية بهذه البيانات والقوات المسلحة، بنعرف إيه اللي تم في هذه العملية الهامة اللي بيتحدث عنها الآن العالم كخبرة لمصر في حربها على الإرهاب، خبرة بيستعان بيها، خبرة بيتم التطرق ليها في كل تقريبا المحافل الدبلوماسية الأخيرة اللي حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المشهد مؤلم وحزين جدا، المشهد لا تصفه كلمات، الوجع والألم ما بيننا جميعا لما حدث في المنيا وهذا الحادث الإرهابي على أبناء مصر. النهاردة مش بس أسرهم هي اللي كانت بتودعهم، بتودع شهداء مصر، مصر كلها كانت بتقف لوداع شهداء مصر، ومصر برضو هي اللي هتجيب حقهم، ومصر برضو هي اللي هتستمر في حربها من أجل حقهم وحق كل من راح ضحية الأعمال الإرهابية، كل من قدم روحه ودمه من أجل عدم انهيار هذا الوطن ومن أجل بناء مصر ومن أجل استمرار الهيكل الاجتماعي ده لمصر، وعلشان يعني ما تكونش أوقات عصيبة في عمر هذا الوطن، بنقف كلنا يد واحدة، بنقف كلنا صف واحد، مفيش مسلم مفيش مسيحي. أساسا الإرهاب نال من المسلم في صلاته ومن المسيحي في قداسه، وبالتالي لا يوجد أي تفرقة، هذا الإرهاب ينال من الجميع وبينال بالأساس من أمن واستقرار الوطن.
المجتمع كله بيقف أمام هذا الحادث لوداع الشهداء. الصورة اللي معانا دي النهاردة تابعناها، وأكيد حق هؤلاء الضحايا الشهداء هيكون عن قريب جدا. قوات أمنية على أعلى مستوى بتتتبع الجناة، وهتكون معانا الأخبار طبعا أولا بأول. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بقداسة البابا طوادروس الثاني، قدم تعزيه في شهداء الحادث الإرهابي، وقدم البابا طوادروس تعزيه لأسر الشهداء، وقال في تصريحات لي: تألمنا لمثل هذه الحوادث، لكننا على رجاء القيامة نودعهم، ونعلم أن الله ضابط الكل يرى كافة الأمور وكافة الأحداث. أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الاتصال الهاتفي بقداسة البابا طوادروس الثاني، وأعرب خلال الاتصال عن خالص تعزيه في الشهداء، وتمنى سرعة شفاء أيضا المصابين. طبعا وزارة التضامن الاجتماعي قدمت المشاركة أيضا بالمبالغ التي قدمت لأسر الضحايا وأيضا لأسر المصابين، وكذلك يعني الجميع كمسؤولين وكمؤسسات والدولة بالكامل بكافة أجهزتها وفي مقدمتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لها وقفة أمام هذا الحادث، وأكدت في أكثر من تصريح أنه سيتم تتبع الجناة وسيتم ملاحقة العناصر الإرهابية التي قامت بهذا الحادث. خالص تعزينا لأسر الشهداء والشفاء العاجل إن شاء الله للمصابين. فاصل قصير، بعد الفاصل نلتقي وحوار اقتصادي هام للقراءة في أهم ما تم التوصل إليه بعد عامين من قرار التعويم، وأيضا هنلتقي بشرم الشيخ زي ما قلت لحضراتكم من وقت للتاني هتكون معانا شرم الشيخ على الهواء مباشرة بالصوت والصورة، زمايلنا هناك وكذلك ضيوف هذا المنتدى من مختلف أنحاء العالم هيكونوا كمان على شاشة هنا العاصمة. خليكم معنا.